خطاك الشري أبو حمد، سعادة فالح النعيمي، باسمي وباسم إخواني اللاعبين والجهازين الفني والإداري أسأل الله أن يشافيك ويعافيك. ودنا أن نزورك، لكن إن شاء الله نوعدك بعد انتهاء الجائحة أن نفرح بشوفتك إن شاء الله. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم فالح النعيمي لشكر الشيخ خليفة بن زايد ومحمد والشيخ محمد والشيخ خزاع وكل الشيوخ والعاملين في نادي العين والعاملين، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والعافية الصحة والعافية على جهودهم وعلى متابعتهم للنادي. Thank you.